تاني حاجة عندنا في ألمانيا التصرفات محمد زيدان اللي هي حديث الساعة دلوقتي في وسائل الإعلام المصرية وأيضا في وسائل الإعلام الألمانية. تمام. أنت عارف إن طبعا محمد زيدان في المباراة اللي فاتت، مش مباراة الأسبوع ده، لا اللي هي أمام هوفنهايم، لا المباراة اللي فاتت، موضوع التيشيرت والبزازة بتاعته، هو في التلفزيون الألماني بيوريه. ده مكتوب إيه ده؟ هم بيرحبوا بمحمد زيدان، جماهير ماينز بيقولوا له أهلا بيك. ويلكم زيدان ده بالكومن يعني اهلا بكم، يعني ويلكم صح؟ اه مظبوط. يعني بيرحبوا بيه، غير ان هو بيرحبوا بيه بصرف النظر عن الموضوع. انت قريت طبعا ان محمد زيدان هيخصص القميص بتاعه او التيشيرت بتاعته اللي لعب بيها في المباراه اللي فاتت، والبزازه اللي هو حطها في بقه اللي هي بيمضي عليها دلوقتي في المتجر الخاص بالنادي، هيخصصهم للبيع وهيخلي دخلهم للاعمال الخيريه الخاصه بمدينه ماينز. تمام. محمد زيدان طلع اتكلم في حاجات، يعني هي رساله، يعني عامل وشم ادم، مظبوط، عامل تاتو كاتب عليه ادم 11/12/2010 او 17/12/2010 ده عيد ميلاد ابنه، مظبوط. يعني تصرفات محمد زيدان طبعا مش يعني انا هوجه له بس رساله، اتمنى ان هو بس يتقبلها، يعني في التوقيت اللي احنا فيه وبالذات اللي بتمر بيه البلد وبالتحديد اللي بتمر بيه مدينه بورسعيد، يعني بقول له يا زيدان اختار بس الموضوعات اللي تتكلم فيها بس، يعني بلاش تتكلم في حاجات. طيب عشان هو برده كان افضل عندي ان هو يتكلم في امور فنيه، يتكلم على دورتموند، ايه سبب تالقه للماتش الثالث على التوالي بيسجل، مش هتكلم طبعا في تبرعات، مش هتكلم دي حاجه خاصه بيه، مش هتكلم في امور طبعا. هو على فكره تبرع كمان يعني دي حاجات انا مديمه، يعني انا مش من حقي ان اتكلم فيها. قال لي بصراحه عشان نكون منطقيين، كلمني بعد الحلقه اللي دخل فيها مع التليفون وقال لي كان في بعض الناس بتقول ان هو اتكلم في المانيا انه هيعمل زواجه على الزوج، يعني هيتجوز صحفي جريده بيلد بيساله بيقول له طب مش هتتجوز شتينيا؟ فبيقول له قريب ان شاء الله، يعني مش قريب، مش ان شاء الله، يعني لا بيقول له هعمل حفله كبيره. فزيدان قال لي مره واثنين وثلاثه، هو قال لي لو سمحت يا كابتن خالد قول ده على لساني، انا متجوز زوجتي من 7 سنين في بورسعيد في وجود اهلي وامي واخواتي، واتجوزت على سنه الله ورسوله، والزواج هو اشهار، انا بقول في كل حته ان انا متجوزها وانا متجوزها على سنه الله ورسوله، لكن هناك في المانيا الوضع مختلف، لازم يكون في حفله ولازم الزوجه تلبس فستان ابيض، فدي يعني زي ما تقول ايه تقاليد مختلفه عن اللي بيحصل هنا، وهو عن دين مختلف وكده، فبالتالي انا متجوزها بقالي 7 سنين وكل العالم عارفين، وفي اي حته بقول دي زوجتي، وحتى الزواج في ديننا هو الاشهار، مظبوط، فاهم قصدي؟ فمحدش يقول ان هو قاعد مع صديقته عشان هيتجوز بعديها ومخلف من صديقته، الكلام ده غير صحيح، الراجل متجوز على سنه الله ورسوله، ده هو كلامه. دي امور شخصيه ماليش دعوه انا بيها يا كابتن خالد، بعض الاعلاميين اتكلموا على الموضوع ده. تمام. دي حياته الخاصه انا ما اقدرش اتكلم عليها خالص، كل انسان ليه خصوصياته لازم تحترمها. تمام. لكن انا بتكلم عليه، انا كلامي ليه طالما اتكلم لسكاي، كان نفسي يتكلم في امور فنيه، يتكلم ايه سبب تالقه بعد فتره، يتكلم ايه السر في دايما ماينز. انت عارف زيدان، تعرف زيدان طلع عنده كام سنه من هنا من مصر؟ اعتقد 15 16 سنه 17 سنه. تعرف زيدان بقى له قد ايه بره مصر؟ هو كان بيلعب في الجمارك، عارف بقى له قد ايه بره مصر؟ بقى له 18 سنه بره مصر. تمام. 18 سنه يا جماعه، برضو يعني فكر مش زي، يعني خد بالكم اللي بقى له 18 سنه بره البلد ما بيفكرش نفس الفكر بتاعي وبتاعك يا تامر، انت فاهم قصدي؟ يعني هتعرف يعني ايه 18. قعدت قد ايه في المانيا؟ ماشي، بس لا بس لسه هقول لك، بس هختلف معاك معلش برضه، ما ينفعش اقلع جلدي الشرقي الاصيل. لا انا فاهم، ما ينفعش انا فاهم. لا لا, لا لا انا فاهم، انا قصدي ايه مهما عشت في بعض. لا احنا هنا شعب عاطفي، احنا دايما العاطفه هي اللي بتحكمنا، لكن في انسان تاني بيقعد 18 و20 سنه بره بيبقى تفكيره عقلاني اكتر من عاطفي، صح ولا انا غلطان؟ تمام. يعني انا قصدي ايه، ممكن يكون مخطئ بس هو من وجهه نظره ان هو حاسس ان هو بيعمل الصح، فمش عايزين كل واحد يخش في يعني نيات غيره، ده اللي انا قصدي يعني. تمام. اتفضل. وعلى فكره انت برضو كلامك منطقي وصحيح، ان هو يعني كان المفروض نوعا ما يراعي المشاعر بس دي اللي انا كنت عاوزها، او يتكلم في امور فنيه او يتكلم في اي حاجه تانية. نروح نكمل المانيا، نروح لارقام قياسيه بقى سريعا حصلت الاسبوع ده في